لعشاق أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، الخبر ده هيفرحكم جدا. الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة والدكتور ممدوح الضماطي وزير الآثار راحوا النهاردة تكيت محمد بيك أبو الدهب بمنطقة الأزهر استعدادا لتأهيلها عشان تبقى مركز إبداع ومتحف للأديب العالمي نجيب محفوظ. بس خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن اللي حصل النهاردة. معانا على التليفون أستاذة سحر المليجي، محررة الشؤون الثقافية بالمصري اليوم. مساء الخير أستاذة سحر. مساء الخير، ازيك؟ الحمد لله. ممكن تدينا تفاصيل اكتر عن اللي حصل ولو في معلومات عن المتحف؟ النهارده في اول خطوات تسليم المتحف لوزاره الثقافه او التيكيت ابو الدهب لوزاره الثقافه، قام وزير الثقافه مع وزير الاثار لمشاهده التيكيت ودراسه الدور الارضي والدور الاول كيفيه استغلالهم لبدء وضع حجر الاساس لمتحف نجيب محفوظ اللي المفروض ان الوزاره هتفتحه يوم 11 ديسمبر المقبل ضمن احتفالاتها بالاديب الراحل نجيب محفوظ. تجيت ابو الدهب دي قصتها مع نجيب محفوظ بدات من 2006، هي تاريخها بعيد شويه لانها من 9 سنين بالظبط بعد وفاه الاديب الراحل. مجموعه من عشائه وعلى راسهم الكاتب محمد سلماوي فكروا ان هم ازاي يحتفلوا بنجيب محفوظ بهذا الاديب، مش مصري بس، اديب عالمي واخد جائزه نوبل. ففكروا ان هم يحطوا كل مقتنياته في وكاله ابو الدهب بالكامل. في الوقت دوت كانت الوكاله لسه مش جاهزه، وتم الاتفاق على ان هم ياخدوا المبنى بالكامل الارضي والاول والثاني لبناء المتحف يضم كل مقتنياته. نعم. لكن اللجنة للأسف ما قدرتش إنها تتنفذ قرارها، ومن قرار وزاري لقرار وزاري، خاصة بعد فصل وزارة الثقافة عن وزارة الآثار، وطال الموضوع لمدة 9 سنوات. في الفترة الأخيرة ظهرت مطالب المثقفين مرة تانية بمناسبة احتفال الدولة بشخص نجيب محفوظ وبهذه القامة الكبيرة، فكروا ان هم يعملوا متحف خاص بيه وان هم يرجعوا تاني لتكيت ابو الدهب. بس كان قدامهم مشكلة ان التكية حاليا هي بتضم عدد كبير جدا من الموظفين. ففي عهد رئيس الوزراء السابق ابراهيم محسب لجأ الكتاب وتم اطلاق مبادرة اطلقها محمد سلماوي بخصوص اكتتاب شعبي لإقامة المتحف. نعم، بشكرك أستاذة سحر المليجي محررة الشؤون الثقافية بالمصري اليوم. أستاذة مي، حضرتك بتشوف إزاي القرار ده وشايفة أنه هو تأخر أن يتعمل متحف لأديب بمكانة الراحل نجيب محفوظ؟ احنا مش مقصرين في حق نجيب محفوظ بس، احنا مقصرين في حق كل القامات الكبيرة اللي عندنا، سيد درويش ونجيب الريحاني واسماعيل ياسين، كل الفنانين. ويعني كان في خبر ان كل ذكريات مي زيادة هيتعامل عليها مزاد، محدش عارف اذا كان الخبر ده حقيقي ولا لا، لكن احنا متاخرين في كل ما يخص الذاكره المصريه. نعم. والكتاب الكبار بتوعنا والفنانين الكبار، فدي خطوه كويسه جدا، ويا ريت انه يبقى في متابعه ليها، مش بس ان احنا نعمل متحف، لا، ان المتحف ده يبقى دائما بنفس المستوى، لكن احنا دائما بنعمل المشروع وفي النهايه تبصي تلاقيه وصل زي ما بتقالت سحر انه يبقى مجموعه الميزانيه كلها رايحه لمجموعه موظفين.